طبعا احنا بنرحب بيكم النهارده في نقابه المحامين في بيتكم في نقابتكم. طبعا دي كون ان احنا بنحلف والقسم في نقابه المحامين لاولاد نقابه المحامين، دي حاجه طبعا بتخلينا جوانا عندنا ولاء وانتماء لنقابتنا، لان انت قاعد في مكانك في بيتك في المؤسسه اللي بتدير شؤوننا كلنا نقابه المحامين. فعلشان كده احنا من الاول بنحلف واخدين قاعه جار كده من في الاتحاد، وكنا اللي كان موجود يعني، بس الحمد لله احنا عندنا دلوقتي قاعتين كويسين جدا في النادي النهري بتاع النقابه. بالاضافه ان احنا عشان برضو تبقى انتوا عارفين كل الادارات اللي عندنا هنا في النقابه موجوده في المبنى ده، كل الادارات اللي انتوا هتتعاملوا معاها مدى حياتكم اللي جايه ان شاء الله، اللي هو اللي هيكمل اللي هيبقى محامي اللي هيمارس هيبقى ايه؟ هيبقى متواجد كتير يعني، لانه هيبقى في تعامل مع كل الادارات اللي هي تخص النقابه وتخص الساده المحامين. فعلشان كده احنا بنقول دلوقتي قبل ما نبدا، يعني النهارده احنا لما بعد ان شاء الله ما هنحلف اليمين هيبقى في كلام تاني وحياه تانيه تماما غير اللي احنا اللي هو موجود دلوقتي ده. فعلشان كده احنا بنبقى حريصين جدا على القسم على حلف اليمين، لان ده مهم جدا في تكوين شخصيتك في تكوين وجدانك. والمحكمة بتكون عقيدة من ايه؟ من وجدانها وضميرها والعقل والمنطق وكده، احنا نفس الوقت انت محامي كده بالظبط، انت محامي كده بالظبط. كل حاجة بعد كده وانت بتمارس مهنة المحاماة هتبقى بتفكر بعقلك وتتعامل بوجدانك بالمنطق بعقيدتك، كل ده احنا هيبقى هو اللي احنا هنتعامل بيه من بعد حلف اليمين. وبعد ما هنروح بقى هنبدا نمارس المحاماه. طيب النهارده احنا بنقول حلف اليمين، هو حلف اليمين ده احنا يعني ده سطرين قد كده بس، وكل كلمه كل حرف ليه معنى، وليه معنى مهم جدا، وليه معنى هيأثر انت بتعيشه في كل مراحل حياتك اللي جايه في ممارسه المحاماه. يعني لما نيجي نقول القسم هتلاقي الحروف بتاعت القسم مش بنقول كلمات بس، ده كل حرف احنا بنقوله وليه معنى، وليه معنى في كل مراحل ومناحي الحياه اللي احنا هنعيشها في المرحله اللي جايه. خلي بالك احنا والقسم ايه؟ ما كله يعني النيابه بيحلفوا القسم، الشرطه بيحلفوا القسم، الوزراء بيحلفوا القسم، بس القسم بتاعنا مميز. القسم بتاعنا مميز. ليه؟ لان القسم ده ضميرك بيعيشه وبيتعامل معاه، وهو الرقيب عليك وهو الحسيب عليك. لان انت 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 احنا مالناش لا بنخضع لوزير ولا رئيس وزراء ولا الكلام ده كله، احنا بنخضع لنقابه المحامين قانون المحاماه. فعلشان كده انت بتتحاسب قدام ربنا اكتر من القاضي ومن وكيل النيابه ومن كل الناس دي كلها، وبتحاسبوا حساب عسير يعني ايا كان. فاحنا كمحامين بنتحاسب اكتر منهم. ليه؟ لانك انت في منظومه العداله انت اول واحد، انت الاساس في اقامه العدل، انت الاساس
في اقامه الحق اللي بتدافع عنه. انت قبل المحكمه وقبل النيابه وقبل الشرطه، انت ليه؟ لانك انت بتبدا الدعوه وتنهيها. فاهمين كده الحكايه دي؟ فاهمين؟ احنا بنبدا المحامي بيبدا الدعوه المعروضه الموكل فيها وبيبداها وينهيها. دعوه جنائيه، اداري، تاديب، مدني، شرعي، ايا كان. بتلاقي تشكيله المحكمه، تشكيله المحكمه المحامي بيبدا دايما الدعوه المعروضه على المحكمه. ازاي؟ لان تشكيل المحكمه زي ما احنا كده ثلاثه، يعني ثلاثه، واحيانا بيبقى قاضي فرد اللي هو قاضي الجزئي. قيس على كده بقى المحاكم كتير. ده محكمه النقض 11 وزجار، محكمه الجنايات ثلاثه، مع الجنحه المستأنفه ثلاثه، المدني الكلي ثلاثه، الجزئي فرد، الاسره ثلاثه، مش كده؟ ثلاثه. لما بقول ثلاثه مش بنقول كلام، خلي بالك، ده تشكيل المحكمه. ده بتيجي تشكيل المحكمه، لازم تبقى عارف تشكيل المحكمه، لانك هتتعامل مع كل المحاكم اللي موجوده في على مستوى الجمهوريه طبقا للقانون، طبقا للقانون، من اول المحكمه الجزئيه في قاضي جزئي، قاضي الجنح، وفي قاضي مدني اللي هو المدني، وفي احوال شخصيه في الجزئي اللي هم ثلاثه، اللي هم ثلاثه. بعد القاضي الجزئي في ايه؟ محكمه الجنح المستأنفه، ثلاثه، ثلاثه اللي التشكيل بتاع الدايره بتاعه الجنح المستأنفه، اللي هي ايه؟ بتنظر القضايا اللي هي محكوم فيها من المحكمه الجزئيه مطعون عليها بالاستئناف. يعني حضرتك حاضر في المحكمه الجزئيه، حاضر في جنح الضرب، حاضر في جنح الضرب، اترفعت المحكمه ادت عقوبه، هتعمل ايه؟ الحكم حضوري، خلي بالكم الكلام ده كلام مهم جدا. الحكم حضوري هتعمل فيه ايه؟ هتستأنف الحكم وتقرر بالاستئناف. اول المتهم هيقرر بالاستئناف لو كان محبوس. يبقى هنا ايه اللي هينظر بقى الدعوه دي؟ الحكم ده اللي هو صادر للمحكمه الجزئيه، محكمه الجنح المستأنفه، ثلاث قضاة، ثلاث قضاة والنيابه، محكمه الجنايات نفس الوضع، ثلاث مستشارين والنيابه، واحيانا اربعه. طبعا احنا بنقول محكمه النقض زي ما قلنا، فعلشان كده دي احنا بنقول حاجات ايه بسيطه قوي بس مهمه قوي، هناخدها بالتفصيل بعدين بقى ان شاء الله لما نروح المعهد باذن الله. فعلشان كده احنا بنقول النهارده احنا كنقابه بسعداء بيكم وبنفتخر بيكم وحريصين جدا على ان احنا نعد جيل جديد لبكره، نعد جيل جديد لبكره. انتوا اللي هتحملوا الرايه، انتوا هتعملوا رساله المحاماه، انتوا هتبقوا المجالس النقابات الفرعيه والعامه وكل ده، انتوا هتبقوا الجمعيه العموميه لمحامين مصر. دي مهمه جدا. في حاجه واحد اتنين كده هنقولهم مهمين جدا، اللي هو ايه؟ لازم تبقى عارف ان المحامي ده احسن شخصيه في المجتمع. وخلي بالكم لما احنا نقول كده احنا بنقول عن واقع احنا عايشين، يعني مش هنقول كلام لا ولا هنقرا، لا، ده احنا بننقل واقع احنا بدأناه وعشناه
وشفنا ايه اللي المحاماه ادته لنا، وشفنا احنا ايه اديناها ايه، وشفنا ايه احنا لما نيجي نقول المحاماه هي احسن مؤسسه في الدوله، المحامي احسن شخصيه في الدوله، المحامي بيتفرد بما لا يتفرد به غيره. يعني انت شخصيه عامه مفيش زيك، انا بقوله بصوت عالي لان ده واقع موجود بحكم القانون، وانت شخصيه عامه مش شخصيه عامه، لا انت محامي شخصيه عامه، شخصيه عامه لانك انت بتتعامل مع المجتمع كاملا، بتتعامل مع كل مؤسسات الدوله، كل مؤسسات الدوله انت بتتعامل معها بحكم القانون، بحكم القانون انت كل مؤسسات الدوله من اول مؤسسه الرئاسه لغايه كل دول فيهم ادارات قانونيه، ادارات قانونيه في كل مؤسسات الدوله. عارف في كل مؤسسات الدوله يعني ايه؟ يعني يعني لما انا اقول دلوقتي يعني ايه مؤسسات الدوله كلها، احنا مسؤولين واحنا اللي واحنا اللي بنديرها، عشان يبقى الكلام واضح، احنا اللي بنديرها، لان انت بتبقى في المؤسسه شؤون قانونيه، اداره الشؤون القانونيه، اداره الشؤون القانونيه. معناها ايه يعني اداره الشؤون القانونيه؟ يعني كل الموضوعات والمشروعات التي تعرض على جهه الاداره او المؤسسه دي بشان اتفاقيه او معاهده او تعيين او كل ده لازم يبقى راي الشؤون القانونيه اللي توافق، اللي توافق لازم الشؤون القانونيه توافق، لازم الشؤون القانونيه توافق. يعني لما يكون في معاهده بتبرمها مصر مع اي دوله من دول العالم سواء الدول الخارجيه او الدول العربيه او الدول، هو ده اللي ماشي. فبتبرم معاهده على مثلا يعني ايه، خلينا بعيد عن الغاز، بتبرم معاهده مثلا ترقيم على البترول، بتبرم معاهده ايا كانت المعاهده. فعلشان المعاهده دي تتم بتتعرض على الطرفين، مصر والطرف الثاني اللي هو متمثل في الدوله الثانيه دي. بنقرا احنا ك الطرف بقى اللي هنوقع وهنقول وهنوافق، بنقرا المشروع اللي معروض على المؤسسه بتاعتنا او الوزاره بتاعتنا علشان نقول راينا ايه. بناخد طبعا بتاخد وقت. الشؤون القانونيه بتاخد الموضوع وتعرضه من كل جوانبه كله، وتشوف حقيته ايه، هنوافق ولا مش هنوافق، وكل الكلام ده بيبقى متوقف لغاية الشؤون القانونية ما تقول رأيها. هل احنا هنوافق على الاتفاقية دي؟ لو وافقنا خلاص هنتبرم المعاهدة وخلاص، وانتوا المسؤولين هيبدأوا يعملوا المعاهدة. ده مين بقى اللي بيعمل كده؟ مين؟ انتوا تخيلوا انتوا بتعملوا كده ازاي يعني؟ هو ده اللي حاصل، هو ده اللي حاصل، هو ده القانون. عشان القانون عارف معنى مين المحامين، فعلشان كده احنا بنقول لازم، وخلي بالك لازم تفتخر بنفسك وتعتز بنفسك، مهم جدا، مهم جدا. مش احنا مش بنعتز او بنا لا مش غرور ولا حاجه، لا خالص، لان طبيعه عملك كده، طبيعه عملك كده، تكوينك كده. فلازم يبقى انت على قد الحدث اللي انت فيه، على قد الحدث اللي حضرتك فيه. فعلشان كده احنا بنقول يعني ايه المحامي. طبعا احنا بنرحب بالاستاذ يحيى التوني وكيل أول نقابة المحامين العامة، ومن الشخصيات المحترمة أوي أوي. أنا مش بقول كلام، لا أنا بقول واقع، أنا بنقول إحنا ما بنزوحش،
هو انا بقول هو من الشخصيات المحترمه جدا بالنسبه للنقابه، وعدد وحريص جدا على المحامين، ومش عايز اقول ان هو معانا في كل حاجه، يعني معانا في كل حاجه تخص شباب المحامين. احنا دخلنا في حاجات مهمه بقى قوي. كده وكده ما يعني ايه على الجنبين، بس الاثنين بيبقوا صح. صح الاثنين بيبقوا صح، واحيانا الواحد يبقى صح واحيانا الاثنين يبقوا غلط. ده اللي احنا مش عايزينها بقى، مش عايزين غير الصح. احنا بقى شخصيه المحامي دي من اهم المميزات اللي لازم تتوفر فيه. شخصيتك، مظهرك، التزامك، احترامك لنفسك، احترامك للغير، اخلاقك، عارف يعني ايه معنى الاخلاق؟ الاخلاق دي هي اساس نجاحنا في كل حياتنا، الاخلاق دي اساس نجاح كل البشر، وخاصة ان الاخلاق دي اهم حاجة لنا احنا كمحامين، لان هي اساس نجاحنا، هي اساس نجاحنا الاخلاق. العلم، بس الاخلاق قبل العلم، صح ولا مش صح؟ صح، الاخلاق قبل العلم. ايوه، العلم مكتوب، انما الاخلاق عايشين بيها ومربوطين بيها متربيين بيها، ده الاخلاق. فعشان كده لازم نبقى احنا بادئين صح، لازم نبقى احنا بادئين صح. وعلشان كده احنا قلنا الاخلاق والاحترام والادب والعلم والفكر والابداع، كل ده المحامي، كل ده المحامي. والمحامي اللي ما فيش فيه كده ما ينفعش، لازم احنا من النهارده بادئين مرحله جديده خالص. ده احنا من النهارده هنديك القانون، مش احنا القانون هيديك لفظ استاذ، وهنقول لك يا استاذه، واحنا هنقول لك يا استاذ. القانون اللي يقول كده، مجرد ما تحلف القسم خلاص انت بدات تنخرط في الجمعيه العموميه للمحامين. فعشان كده القانون اداك ميزات، يعني انت خارج دلوقتي كل اللي بره هيقول لك يا استاذ، انت داخل ما قلنالكش يا استاذ، بس دلوقتي هنقول لك يا استاذ، ماشي؟ دلوقتي هنقول يا استاذ رسمي، وخلي بالك اوعى تقول لك كده، ولا تسمح لحد يتعامل معاك غير كده، خلي بالك. وفي حاجات مهمه جدا، انت النهارده بعد ما هتخرج شخصيتك هتتغير تماما. انا بقول الكابتن للمحامي والمحاميه، التعامل بتاعكوا هيتغير تماما، هيتعامل هيبقى يعني احنا كنا مع بعض ونقعد ونخرج ونقعد هنا، لا خلاص بقى انت من النهارده هيتطبق عليك قانون المحاميه، وهيتطبق عليك كل القوانين، وهتبقى مسؤوليه كامله قدام كل القوانين والقرارات اللي موجوده في الدوله، لانك انت هتنفذها. فالباب اولى لازم تحافظ عليه. فده امر مهم جدا. وبعدين انتوا شايفين في دلوقتي حاجات في يعني كل حاجه مكشوفه، في محامين لو مؤاخذه بيستغلوا يعني مش هو. وخلي بالك اللي بينحرف بيتحمل المسؤوليه، احنا عندنا مفيش حاجه ما بنطبطبش على حد، لا، المحامي اللي بيلتزم بقانون المحاماه وضوابط قانون المحاماه ده احنا بنديله كل الامكانيات اللي هو عايزها، لانه بكره هيبقى زينا مكاننا، بكره هيبقى مكاننا، بكره هيبقى نقيب عام، بكره هتبقى الاستاذه عضو مجلس. فاذا واحنا تحديدا كمان المحاميين لهم خصوصيه محدده، حتى في التعامل، حتى وانت ماشي رايح المحكمه، حتى وانت بتتعامل مع نفسك. وخلي بالك اهم حاجه كمان انك لازم تحترم نفسك كويس قوي، لازم
إذا احترمت نفسك كل المجتمع هيحترمك، وإذا احترمك المجتمع خلاص أنت بقيت من المحامين المحترمين اللي إحنا كلنا بنشيد بيك. وخلي بالكم إحنا خرجنا النهاردة حوالي لغاية دلوقتي حوالي 5 6 دورات في المعهد، 6 دورات في المعهد. أنتم دورة 7 أهو. كل الدورات اللي اتخرجت عايز أقول إن هما حاجات مشرفة جدا، مجموعات مشرفة جدا، محامين ومحاميات، لأن هما خارجين من المعهد وحريصين، وهم فعلا بالنسبة ليهم خرجوا من المعهد وهم كلهم بيحتفلوا، ويعني بيقول لك احنا المعهد ده بالنسبه لنا بدانا فيه من الاول لغايه الاخر. محامين انا بشوفهم في المحكمه بيقابلوني، لسه اول امبارح بيقابلوني في المحكمه، كل مكان بنروحه بنلاقي المحامين مقابلين، المحامين الشباب المحترم، الشباب المحترم. فعلشان كده احنا بعد كده هتسجله بقى في المعهد، وبعد كده ايه هنحدد بقى المعهد بتاع امتى المعهد هيبدا. احنا عندنا في القاهره الكبرى هيبدا 1/4، المعهد هيبدا 1/4. فكل المعاهد بقى على مستوى المحافظات احنا بتبدا مع احنا بنحدد المواعيد وبنحدد المقرر وكل حاجه، يعني هنلتقي فيها هتبقوا مبسوطين جدا. طبعا احنا قبل ما نحلف هنسمع ايه دي؟ وفي فكرت في حاجه لسه ما فطروش؟ طب استنى انا مجهز الفطار. لو ما سكتوش في تاني، يعني التزمنا تماما هنطلع نلاقي ال هنا اهو. وانا معاك. هنسمع دلوقتي معانا الاستاذ يحيى التوني هيتكلم معاكم، وهيتكلم في المحاماه، وهيتكلم في عظمه المحاماه، وهيتكلم في عظمه المحاماه من اول ما بدات لغايه النهارده. احنا فخورين بيكم طبعا، وهنسمع الاستاذ يحيى. وعلشان ايه هنحلف وبعد كده تقوموا تفطروا على طول مروحين. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. اولا نرحب بكم جميعا في نقابه المحامين، زملاء اعزاء وزميلات اعزاء، لكم من النقابة العامة كل التقدير والاحترام. وأنا أشكر الأستاذ حسين الجمال أنه متولي أمور معهد المحاماة منذ سنوات طويلة، واستطاع أن يعبر بالمعهد إلى بر الأمان، وهناك دورات في كل المحافظات لزملائنا جدد. فباسمكم جميعا أحيي الأستاذ حسين الجمال. أخوتي الأعزاء، المحاماة رسالة. يقول رب العزة في كتابه الكريم: قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري واشركه في أمري. تلك كانت دعوة سيدنا موسى إلى رب العزة أن يشرك أخاه هارونا معه في الرسالة، وهو كان أفصح منه لسانا، وبالتالي فعلا المحاماة رسالة أنبياء بدأت، وعلى أيديكم إن شاء الله ستكون هذه الرسالة عظيمة فعلا. والمحامون في مصر جميعا منذ أوائل وبداية المحاماة حفروا في الصخر وكانوا عظماء بمعنى الكلمة، مصطفى كامل وسعد زغلول وأحمد عرابي. نقابة المحامين ضمت بين جانباتها
كبار المحامون الرئيس جمال عبد الناصر زار نقابة المحامين وارتدى روب المحاماة في قاعة الحريات في رمسيس. فعلا حقيقة، والمحاماة يقدرها كل الرؤساء منذ ثورة 23 يوليو حتى الآن. وبالتالي أوصيكم بهذه المهنة العظيمة الجليلة، لأن فعلا المحاماة الآن تعيش أزهى عصورها، ونتمنى أن تكون، ولا بد أن تتدرب عند محامي مشهود له بالكفاءة والأمانة، لأن المحاماة هي الكفاءة والأمانة والرسالة. أما إذا تدربت عند محامي غير ذلك فلن يعلمك شيئا، والموكل عندما يأتي إليك ويحرر لك توكيلا فسلم لك نفسه وأوراقه ومستنداته، فلا بد وأن تكون على قدر هذه الأمانة. والمحاماة من قبل كانت في الدستور المصري أعوان القضاء، وفي الدستور الحالي أفرد بابا للمحاماة، ونصت المادة 158 من الدستور على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وكفالة حق الدفاع، يمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون بما في ذلك محامي الإدارات القانونية نصا بكافة الحصانات والامتيازات الواردة في جميع القوانين أيا كانت. فأصبح المحامي محميا ومحصنا دستوريا، وعليكم أنتم الشباب أن تطبقوا هذه المادة والمادة 57 وغيرها من الحصانات، ولا بد أن تفعل ببروتوكولات مع وزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية حتى نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان. وكما تسمعون أن هناك خلافات قد تحدث مع محامي وقاضي، محامي وكيل نيابة، محامي وضابط شرطة، علينا أن نلتزم بالخلق القويم. إذا كان هناك خلافا بيني وبين قاضي أو وكيل نيابة علي أن أكتب مذكرة وتحرر وترسل إلى النائب العام شخصيا في حالة وكيل النيابة، وإلى وزير العدل في حالة الخلاف مع أي من القضاة، لأنكم أنتم صنوان العدالة، وأنتم أعلى وقيمة وقامة في هذا الوطن. أقول لكم فعلا حقا، أنتم الشباب الذين سيحملون الراية في صدق وأمانة ووقار، تناصرون الحق وتدرؤون الظلم. حقيقة المحاماة هي المهنة الحرة العظيمة، وإذا تحدثت في المهنة حتى الصباح لا أستطيع، لكن حرصا على وقتكم، وحتى يعني نتمنى لكم كل التقدير والتوقير. وأقول لكم في هذا اليوم العظيم أهلا ومرحبا بكم في نقابة المحامين، أنتم الفاعلون وأنتم القادة وأنتم السادة. إخوتي الأعزاء، قد يكون كما قال الأستاذ حسين منكم من هو نقيبا للمحامين أو نقيبة للمحامين، وهناك محاميات حفرت في الصخر في تاريخ هذا الوطن. وبمناسبة عيد الأم أقول للمحاميات كل عام وأنتم بخير، وأقول لكم جميعا أيضا كل عام وأنتم بخير. والسيدة كانت أما لنبي وزوجة الرسول سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وهذه الشعيرة من شعائر الحج. عندما تركها سيدنا إبراهيم عند المنطقة صحراء جرداء لا ماء فيها ولا زرع، وتركها وخرج من هذا المكان، فقالت لمن تتركنا يا إبراهيم؟ قال لله، فقالت لن يضيعنا الله، وبدأت تهرول كما تعرفون 7 مرات يمينا ويسارا إلى أن نبعت عين زمزم. وظلت هذه الشعيرة من شعائر الحج منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ومن يحج البيت أو يتطوف
أو يعتمر عليه أن يؤدي هذه الشعائر، وكانت السيدة هاجر هي السبب الرئيسي في هذه الشعيرة. عشتم للوطن وللمحاماة ولمصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا سمعنا الأستاذ يحيى، طبعا ما نقدرش نقول يعني او نحلل يعني كلمات كلها ذات معنى ونتعلم فيها، احنا بنتعلم فيها برضو عشان تبقوا عارفين. طبعا احنا بننقل لكم تحيات النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب الاستاذ عبد الحليم علام، لانه هو فعلا كان حريص، واحنا لانه هو كان يوم الاربعاء والخميس عشان تبقوا عارفين وتبقوا فاهمين الكلام ده كويس قوي، كان في اجتماع بينه وبين وزير العدل لمناقشة كل الأمور اللي هي تخص السادة المحامين وخاصة الشباب. كان ده كان يوم الأربعاء ويوم الخميس، وانتوا لو شفتوها على التواصل هتلاقيها يعني الاجتماع والوزير والقرارات والطلب كلها موجودة يعني. فطبعا الكلام ده أو اللقاء ده كان لقاء مهم جدا، واللقاء احنا كنا عايزينه، واللقاء كان جيب أحداث معينة فحط النقط على الحروف، والنقيب طالب كل الطلبات اللي المحامين عايزينها، وكل مش الطلبات بس، وطلب اوض محاكم بالنسبه لان المحامين كتير، وفي المحاكم اللي بتنشا جديد الاماكن اللي فيها ما تسعش الساده المحامين، فهو طلب وزير العدل برضو وافق على كده، والكلام ده كله اتقال يوم الخميس ويوم الاربعاء ومنشور، واتفقوا على ان في لجنه هتشكل من وزاره العدل والساده المحامين علشان تبقى حلقه وصل بين الوزاره وبين نقابه المحامين، لان لو في حد نعرف مين وهو في مشاكل، هل احنا بنبقى غلطانين او هم اللي غلطانين، كل ده الامور دي هتحسب من الاول، وبعد كده مش هيبقى فيه المشاكل الشاذه اللي احنا بنشوفها دي والصوره اللي هي احنا مش قابلينها يعني دي. فعشان كده اللجنه دي اتفق عليها، وهتبقى فعلا الايام اللي جايه دي احنا هنبقى حريصين جدا، حريصين عليكم. خلي بالك احنا كلنا احنا كلنا كده حريصين عليكم كشباب، لان اللي بيجي الشباب محدش بيجي راجل كبير عشان يعمل، لا. فعلشان كده احنا بنقول وبنأكد على اللقاء اللي كان بين وزير العدل والنقيب العام، وانا بقول لكم الكلام ده لازم تبقوا انتوا عارفينه كويس قوي، وهو منشور في التواصل الاجتماعي ومنشور في النقابه، فياريت تبقوا انتوا، لان مهم جدا يعني. وعايز اقول لكم حاجه مهمه قوي كويس اللي انا افتكرتها، لازم تقرا قانون المحاماه، لازم. انتوا عارفين المشاكل اللي عندنا 75% منها ما بيحضرهاش قانون المحاماه، لو بنقرا قانون المحاماه مش هيبقى فيه مشكله حتى باللفظ بينك وبين اي مسؤول، لا شرطه ولا نيابه ولا اي حد في المجتمع، لو انت قريت قانون المحاماه، لان قانون المحاماه ده اساس جوهري بالنسبه ليك انت، لان انت بتتعامل مع كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع بنظم العلاقه بيننا وبينها قانون المحاماه، كل القوانين دي قانون المحاماه بينظم العلاقه بيننا وبينها. فعلشان كده ارجو واحنا في المعهد الدوره اللي جايه ديت هندرس فعلا قانون المحاماه، وهنجيب لكم الكود بتاع قانون المحاماه وهنوزعه عليكم، لان كل المشاكل اللي كانت بتحصل دي احنا عشناها بقى، فكان سببها قانون المحاماه. طبعا احنا مش عايزين نقوم ومش عايزين نسيبكم، ويعني مش عايزين نقوم، بس احنا عايزين نقول يلا برضه اتكل على الله. ده لسه ما عملناش، هنحلف القسم، احنا كل اللي احنا قلناه ده كله عشان القسم، اساسه القسم، كل ده القسم ده، كل كلمه فيه احنا هنعيش، كل كلمه فيه معانا دستور عالم الدستور ده، الدستور معانا على طول اللي هو القسم، القسم ما بتغيرش، ده دستوره، قسم ما بتغيرش،
القانون بيتغير لكن القصر ما بيتغيرش. فعشان كده لازم نبقى حريصين جدا على القصر. هنقول القسم وتفضلوا عشان نبدا نقول القسم باذن الله. تفضلوا تفضلوا. طبعا القسم انا مش هقول لحد عليه، ده حاجه، ده انتماء جواك، انتماء جواك لقبضك ولبلدك ولوطنك. ده مش يعني اقسم بالله العظيم ان امارس اعمال المحاماه بالشرف والأمانة والاستقلال، وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن